مسيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية وتبقى رواية وفي غشواك أحلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا، سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية تبقى رواية في غشواك أحلام. فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم، فيها العالم والمتعلم، فيها الظالم والمظلوم. حكاوي الليل والمطر النازل، حكاوي الليل والمطر النازل، والأحلام العبر غيوم. عمرين إحساس نغم والناس بالإلفة يحبون، وسيرة ناس عمرين إحساس نغم والناس بالإلفة يحبون. تملى براحتك يا الساقينا نغم أفراحك، شايلنا على اكتافك، اختار جراحنا وناسي جراحك. يا شايلنا على اكتافك، وطن الخير والحب والإلفة، يا الأهداف للدنيا سماحك. وطن الخير والحب والإلفة، يا الأهداف للدنيا سماحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. يا معلم جسم الزين، ان ضربتها في 100 ما بتكفي. قوم الحق الدوام الثاني قبل ما تلحق. اصبر بدا كده، نطد عيون وكلام مع النفس في الفرقت وما اتلقت. يا معلم قسم، قوم قوس رزقك وين وقسمتك وين. اقوس هم ناس من الستينات، من الستينات وانا بكوس. اقبل. لا انا في السوق، لا ما بتاخر بجاسي، لا بحصل الغداء، ما بتاخر على الغداء، اول الغداء ما حيتاخر عليه. اجيب معي شنو؟ بقدونس. هذا حاضر. يا قسم السيد، ما مشاكل الحمل
والبنية بكرية. يا أمي عليك الله، أنا ما باكل أي حاجة، خليه يجيب لي البقدونس. كلمته وقال جايبه ليك، قلت ليك أي. خالتو يقبال عليك الله، كلمي عمو قسم عشان يحجز لي في عيادة الموجات الصوتية، عشان دكتور صفوت قال الموجات دي مهمة. قسم السيد انت طوالي في الشارع. شيل شيل حاجات ودي لامك، هاك والقروش دي سلمها لامك في ايدها، فاهم؟ او تمشي تاجر بيها عجله ولا تلعب باب بلاي ستيشن، مفهوم؟ حاضر يا ابو. امشي امشي عامر راسك الكبير ده. قسم السيد يا أخي، مسألة تسوق الأمجاد دي لحد الساعة 12 بالليل وبس. المسألة دي دايرة إعادة نظر، لأنه العربية دي عليها أقساط يا أخي. شوف يا حاج، أنا ممكن أعيد لك النظر في 4 أيام، عندك الأحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس والجمعة والسبت. دي أيام مناسبات. بتعرف حاجة مسكة؟ حاجة مسكة دي أنا ماسك لها الصاج بتاع الطعمية، والخميس والجمعة والسبت دي أيام بتاع مناسبات. بعدين يا حاج بابكر، الحديد ده نعم زي البني آدم، داير الراحة، خليه يرتاح يا أخي 3-4 ساعات دي. السلام عليكم. وعليكم السلام.
وكل سريع يا بلبل عشان ما نتأخر من مواعيد العيادة. ولا أحسن تضربي لي يا خالتي؟ ما عندي رصيد. أخير يكمل كريعات الغبش ديل ولا يكمل رصيدي. مدام صارك وقلبك. قلتي حاجة يا خالتي؟ ما قلتش. يا أمي عليك اللي خلينا أمشي مع أبو سين الموجات الصوتية. على الأقل الزول يعرف أكان بيت ولا ولد. وما بيجي مارق وما بتعرفي كان بيت وكان ولد. هيا أمي لكن حسن نفسه في بيت. بسينة دي يا بنتك وسرية دي زوجة ولدك عبد المنعم. 120 جنيه يا حاج. شوف يا ابني اعملوا العملية بتاعت الموجات الصوتية دي وبعدين امسك دي رخصة قيادة وده الموبايل بتاعي خليهن عندك هنا ساعة ساعتين بالكثير اجيب المبلغ واجيك. امسك يا حاج. هاي دبر المبلغ وتعال. عيادة دي فاتحة. حاضر. لكن معقول يا قسم السيد العربية اللي هسه أنا ما سددتها أقساطها أنت راكبها لي ملاكي؟ قسم السيد يا اخي انا كلمتك وقلت لك العربيه دي لو ما سددت اقساطها انا حيسدوني في السجن يعني حاخذ باقي عمري كله في السجن يعني في كوبر. عمرك طويل يا حاج عمرك طويل وسط اولادك واحفادك وحفيداتك يا حاج. بعدين انت عارف البلد دي مليانه سواقين لكن انا اخترتك انت بالذات لانك زول كبير وزول عاقل وزول شغل. ولسه يا حاج انا بتاع شغل والمشوار كنت في واسي ده خير دليل. مشوار شنو؟ كيف يا حاج؟ مجموعة طلاب أولاد أسر مبحبحين جدا جدا ومنغنغين ماشيين لحفل بتاع تخريج في نادي الضباط في بحري. وين؟ في حي المطار يا حاج حي المطار. تفضل يا حبيبي. لا 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 وين يا اخي تفضل يا طوال انت مستعجل ما شنو الزمن يا عبد الصبور يا اخوي علمنا الكذب اريته يقيف على الكذب بس. يا قسوم يا قسوم يا حبيبي ما في زول بيعيش له قبيله ما في زول بيشتغل له 18 ساعه في اليوم لو بمنطقك ده العالم مفروض يعيشوه 100 زول و6 مليار نسمه الباقيه مفروض يتفرغوا للقراية والاطلاع كنا بقينا علماء. الجماعة المفروض انت يقفوا معاك ويساعدوك انت فرغتهم ما عارف اديتهم خلوا طرف ليه. اعمل شنو يا عبد الصبور يا اخوي عبد المنعم ولدي قاعد 5 سنين في 5 مشيط بدل ما يرسل لي حاجة يعيني بيها رسل مرته حامل حق رسوم المطار ما عندها وحسن نسيبي تعرف ما هيته ما فايته جريدته وفوله وحق مواصلاته. أه
أنا بشوف يا أن نشوف الموجات الصوتية بالأول. الموجات الصوتية بتكسر المقاديف يا أبو السيد. واحدة من أحلامك اتحققت. قلت شنو؟ مشيت الموجات الصوتية وقالوا لي بيت. طبعا لازم تشبههم، يعني حتشبه أبوها أقعبا وين يعني. أكيد يا منعم. قلت لي المولود نسميه منو؟ أنا شايفة أحلى اسم أسعد. أنت هي بدل ما تتقلب كدي ومشي لك كتاب أقرأ زيك وزي الولادات الزيك. ألو حسن، يا حسن. يا الله أنا يا أخي من الحساسية المفرطة دي، ما كلمتك قلت لك أبوي ده ما بقصر، بقوم بالواجب وزيادة. لا 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 يا منعم، والله خالته يقباله عمو قسم بيعاملوني زي بيتهم بالظبط. بعدين انا كنت ماشي عولت هناك في البلد، لكن احسن هنا. لا رسلت لها امي حتجي في الايام الجايه دي. يلا باي. يا قاسم، البيت ده انت ساسه وانت راسه. اوه
بدينا في كلام الخضر اللذيذ اللي قصر عمرك يا قسم السيد. قعدت اقول شنو انت؟ لا 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 ما قلت حاجه. قولي 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 يا قبال. الزمن ده الزول كان لقى له فرصه بيستغلها، وديته فرصه اللي لقيته وما استغليتها انا. دكان الاتصالات الفتح في طرف شارعنا ده ماله؟ انا اتكلمت معاه سيده وقلت له قسم عنده 4 يوم في الاسبوع ما شغال. ديته ايام ما شغال فيها دي يا قبال. الزمن اللي ما قعد ترمي فيه طعميه ده احسن تستغله بدل الونسه والكلام الفارق. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زعلان مالك؟ الرجال شغالين 48 ساعه، انت من المغرب تجي تنجدح تنو. قسم السيد، يا قسم السيد الله يعليك ويقويك. وقال يا ود امي الستره والفضيحه متباريات، والله من يومك راجي السترة. وحس يا قسم السيد حسنة نسيبت ولدك جاية من البلد تحضر ولادة بيتها، ودي براها دايرة لا وضع خاص. وحسن راجل بيتك ظروفه صعبة وانت عارف، مرتبه ما فايت الجريدة الشايلة في يده. وانا ما دايرة بتي تستظم رقبتها، ما دايرة بتي تستصغر روحها، دايراك تحجز لها هي ومرد عبد المنعم في الجناح الخاص. يا ابوي ابوي، الخطاب ده رفعته لك هسه حميدة بالحيطة، قالت رسلوا لك ناس المدرسة معاه ولد لؤي. بلبل حقيقة ابننا البلولة قسم السيد بصفتي أستاذ في المدرسة ورجل تربوي في المقام الأول، بعزي ده كله يا سيد قسم السيد لإحساس ابننا البلولة بالفشل الأكاديمي وعدم القدرة وقلة الحيلة في منافسة الطلاب المتفوقين. والحل؟ ديل أطفالنا فلذات أكبادنا، بندفع القالي والنفيس من أجلهم. فعلا، والحل؟ دروس خصوصية ذات جرعات مكثفة. بالمناسبة يا سيد قسم السيد، كل الأسر ذات الأفق الواسع بتدفع ضمغليبة في سبيل النشأة. دي عوائد وأرباح يا سيد قسم السيد. والله شنو يا رجل، خل عنك. تعرف يا ابو السيد يا صديقي، اخوك عبد الصبور ده لو دقس كان يتلحس. وكنت لحقت الدقس ويتلحقوا. تعرف يا عبد الصبور، الناس انت ما زوجت يا عبد الصبور يا اخوي لانه كلتوم اللس بيقص الطواقي دي رفضتك ابتك، قالت مش عايزاك. عشان كده الموضوع ده سبب لك عقدة، عمل لك صدمة. بالعكس بالعكس، لسه منتظراني. وانتظرها لي بالسنين ده علمها طولة البال. عشان كده اشتغلت ست طواقي، ها، ومن بمبرة ما بتقوم. من بمبرة ما بتقوم. النسوان الزول بيعيشهم في الخيال مش في الواقع، يسرحن ويمرحن في القصايد والغنى، والاخير يمرحن ويسرحن بين المطبخ وغسيل العدة. كفاية يا عبد الصبور يا اخي، كفاية. في ناس زايرة تتزوج مجرد زواج وخلاص عشان تخلص من الموضوع ده والهم ده. في ناس زايرة تتزوج عشان بس تحلف علي الطلاق. عبد الصبور داير له مرة يحلف بحياته. لف لف يا ابو السيد،
والله صدقت يا امي. والمبتدا والخبر ما بقصر انا والله يا نفسي كنت تدخل عليهم كان ما حصل واخواني عليك الله يا امي ما تقصري معي والله يا حجه حسنا شيء لك انت حتى لما المولود مشى ما عندنا مال يديك العافيه الله يسلمك. اما بالنسبه لانه واخواته والله ما بقصر اي حاجه دايره ثنا بجيب لي والله بالكثير يجيب لي والله صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه البركه. الله يسوي شنو اي حاجه دايره لنا وبيقن بنات حاملات كمان. اي أيوة والله والمبتدا والخبر يا ابني والله سرية عمها قسم السيد حلف ودق صدره قال لو داير لبن الطين يجيبوا ليها. دق صدره؟ 200؟ والله صدقت يا اختي والله صحيح ما مقصر معاهم في اي شيء وزي ما يقولوا يا بنت امي النسيب عين شمش الله يديه العافيه ويقدره ويشيل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ابوي ده انسان عظيم جدا وخدوم ومتفاني ولانه بحب بيته لازم الحب ده يشمل منه زوجي بنته ولا شنو يا حسن؟ واثق والله واثق جدا يا ابو سينا. ونحن زادنا الحاجه شويه والحاجه الكعبه ما بندورها والله الناس ما بدور الشيء الكعبه ولا الحاجه الشويه. اي والله الحمد لله. لمصلحتك يا ابني انت لازم يكون عندك استاذ متخصص لكل ماده. نواصل من قطع من الدرس. تنقسم الجمله الى قسمين اسميه وفعليه. أصلك ماشي الهم يا منعم؟ والله لو كنت فيه ما كنت عملت العمل عن مقسم. وبالمناسبة حق نسمي المولود قسم. تسموه قسم السيد عشان ترموا همومكم عليه وترتاحوا انتو. قلت شني يا منعم؟ خلاص يا حسن قمت الحساسيتك المفرطة دي مكان مرة كلمتك قلت لك الحساسية دي بطلة وبعدين غير كده أبوي قاعد يحتبرك زي منعم واحد ويمكن أكتر. أنا بعتبر عم قسم السيد ده في مقام أبوي. هاي والله يا أبو سينا عم قسم السيد راجل درس وإنسان ما هين. هيوة بعدين هن بقولوا البيت أدوها وعينوا عليها. لا 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 عينوا عليها عينوا عليها يا حسن. الحمد لله اللي حصلناك يا قسم السيد عشان حسنة دي تسمع بأضانة. أنا قلت لها أولادة بكرية لازم تكون في جناح خاص. أنت قايل الولادة دي هينة ولا سهلة؟ الولادة دي موت وحياة. أصله قسم السيد ده حلف قال كان في جناح خاص ولا في مستوصف خاص. البنات أصله ما عنده مشكلة القروش دي أصله ما عنده فيها مشكلة بس البنيات الله يديهن الحلل الهين ولين. والله ما بقصر الله يديه العافية الله كريم. آي ما قلت لك سلوى أنت متعلم معي دايرك شنو؟ تعالي قسم السيد. اي حجزنا خلاص والدكاتره قالوا الوضوء ان شاء الله في الاسبوع ده الا قالوا سريه بتحتاج عمليه قيصريه. ياتو اها يا قسم السيد تمشي تدفع ولا تديني انا امشي ادفع؟ هاكي ده شنو يا قسم السيد ده القروش شنو هاكي؟ امسك يا ابو السيد امسك وقول البركه في ست الطواقي الرفضتني
وبعدتني من الشلحة اللي انتوا فيها دي. ان شاء الله يا ست الطواقي الطواقي تبقى لك تاج وغار. يا ريت انا ذاتي كان لقيت لي واحدة زي ست الطواقي دي، كان على الاقل بكون احسن من الحالة اللي انا فيها دي. تبقى معانا مش كده؟ عبد الصبور، انت الزول الوحيد الحقيقي في حياة قسم السيد. شرارة قوة وصداقة اصريت تنفخ فيها عمر بحاله، لحد ما شرارة مسكت وبقت نار، والنار شبت في قلب اخوك. يا راجل يا طيب. طيب طيب يا صديقي، الحياة ما شغله بس، الزول بيشتغل عشان يعيش حياة كويسة، لكن شغل لدرجة انه يقتل الحياة نفسها. وين قسم السيد؟ وين انفعاله بالحياة ورغبته الجامحة في الاستمتاع بها؟ وين حبه للفن، حبه للكورة؟ الاستاد الكتب تدخل الساعة 2 ظهرا، زمن هونفيد المجري وسانتوس البرازيلي. وين ابو السيد؟ وين ابو السيد المفتون بالثقافة والمعرفة والسينما العربية ونجومه؟ اسماعيل ياسين وهند رستم، عمر الشريف وبرلنت عبد الحميد وفاتن حمامة والمليجي. افهمني يا صاحبي، انت ما وزارة مالية، انت ما مكنة بتدور في كل الظروف. حياة المستهلك والمنتج دي لازم تنتهي من حياتك. قلت شنو يا قسم السيد؟ من الليلة، من الليلة يا إقبال، الشغل 8 ساعات فقط في اليوم. سجن أمي يا بنات أمي، الراجل مع جنة. حي العوض يا اخي. عليكم السلام يا حاج قسم السيد، كيف الاحوال؟ تفضل. تسلم تسلم، يديك العافيه. انت بتسمح في موسيقى يا قسي، ما بتسمح في نشرة اخبار 8. احاسيسك دي حركة شوية. بقول ايه؟
ايوه عم قسم السيد. اللمة دي شنو؟ ده منير ود عم جابر، خلص دراسة في اوكرانيا ورجع البلد. يا راجل منير كان في مدرسة الابتدائي قريب ده؟ يا عم قسم، منير ده اخذ في اوكرانيا اكتر من 6 سنين. عمك قسم السيد ده مثقف ومستنير. اوكرانيا دي مقاطعة من مقاطعات الاتحاد السوفيتي العظيم. الاتحاد السوفيتي ده اتحل له اكتر من 20 سنة. يا راجل وقربات شافوا ولا شلحوا؟ زمان. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يدوم إلا الحق عز وجل، ما دايم إلا هو. عم قسم السيد ده كان مقرش ولا شنو؟ بمناسبة الهيمنة الأمريكية تتضح بجلاء في غزو العراق. العراق؟ غزو الأمريكان؟ 200. ميسي يطالب الجماهير بالهدوء. يطلع مين ميسي ده؟ هو القرن ده كله يا ابني كان فيه لاعب عظيم زي بيلي الجوهرة السوداء، قول بوبي مور، قول بوبي شارتون، وأعظم حارس كان الروسي ياشين. يا سلام يا سلام. لكن تقول لي ميسي؟ يطلع ايه ميسي ده؟ وبعدين الأسامي الجديدة بيجيبوها من وين؟ ها؟ هاك يا أخي، هاك جريتك. Oh,
مشروب كل حكاية وراها حكاية كلمة بتضحك كلمة تنوح تنوح بين النفس الطالع نازل نازل منتظرين أحلامنا تلوح تلوح بالتعبير الصادق ندي الصادق ندي قصة زول هيمان شاد الميت العالي صروح بكرة نلاقي ماضي أخضر بكرة نغني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح